كالتوري صار لك ساعتين تلف وتدور ما تفهمني شو تريد؟ أنا ما رأيت شيء. أنا رأيت تعرفني على ناجي عطا الله. بصير صديقي. بيها غلط هاي؟ اللهم طولت يا روحي. ستوري الصداقة ما تنفرض فرض. أكيد الصداقة ما تنفرض فرض. أنا بس حبيت أحكي وياه. يمكن أفكر أسوي بزنس مشروعات بمصر. يعني يقدر يساعدني. أنت مو تقول عليه دبلوماسي؟ يعني رجل مهم. ستوري أستاذ ناجي عطا الله ما له علاقة بالبزنس، ما يحب البزنس، ما يحب الفلوس، ما يطيقها. ماكو واحد ما يهتم بالبزنس ويحب الفلوس ما عداك أستاذ سعد. أنت حالة خاصة. ما يخالف أسولف وياه وبعدين أجيب لك النتائج. هو إيش قد قاعد عندك بالبيت؟ 3 أيام واكثر. يعني باكر نقدر الظهر نشوفه. ستوري اسمح لي، ترى عيب علينا احنا نخلي ضيوفنا بالبيوت ببيوتنا ونجي نسولف وياك. اسمح لي. قهوتك ما شربتها؟ قهوتي ما احبها، بردت، اشربها انت. والله ما يصير يا شباب، انتم تبقون مكانكم مثل ما كنتم. احنا اصحاب بيت، انا والاطفال ننام هنا بالصاله والنسوان ينامن مع بعض بالغرفه. انت بتقول يا ابو الرحمن عيب ما صحش الله، واحنا غرب ده بيتنا. كملوا فرش المراتب دي على الارض، احلى نومه نومه الارض دي. والله انا خجلان منك يا استاذ ناجي. يا رجل خجلان ايه؟ ده انا اللي خجلان والله. العيال دي حتبوظ الدنيا. هاي شو هاي؟ الله 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 الله. اشكوا شنو الموضوع؟ على كيفكم؟ بابا اللي هو اللي تعور. شنو الموضوع؟ تقبل بالله استاذ، تقبل. الاستاذ ناجي والشباب يردون ينامون بالصاله ويتركون غرفهم، بالله هي اصول. لا 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 ما يصير استاذ ناجي، ما يصير. يلا الشباب يطلعون على غرفهم. يلا علي الطلاق بالثلاثه، ما هم نايمين غير في الصاله. الله يخليك استاذ ناجي، لا تحلف لا تحلف ارجوك. انت بتقول يا استاذ سعد وفي بيننا وبين بعض تكليف؟ قرايه راجل. انتوا اسعدتونا استاذ ناجي. انتوا وجوكم حلو علي. تدري اني هاي اختي الصغيره زينب، صار لي شهرين ما شايفها، وهاي مو بس اختي، لا انا اللي مربيها مثل بنتي، وزوجتها لعبد الرحمن وهذول ولدهم ما يرتاحون الا هنا ببيتي. انت راجل طيب، انت راجل طيب. اشكرك اشكرك استاذ ناجي. انا صدق استاذ ناجي، انا عندي بالسرداب غرفه، ممكن تنقل بالسرداب. بالسرداب ممكن تنقل الجناط مالتك هناك حتى يصير مجال بغرفتك تنام براحتك، ويمكن تنقل واحد من الشباب يمك. لا 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 لا، الا الشنط، انا ما اعرفش انام الا والشنط دي جنبي بصراحه. اصلي فيها اوراق مهمه، فيها ملفات دبلوماسيه في منتهى الخطوره، توب سيكريت. حقك استاذ ناجي، الله يوفقك. طب هقول لك على حاجه، لو نزلت الشنط في السرداب، انا انام في السرداب ما فيهاش حاجه. شلون حكي استاذ ناجي؟ شلون حكي هذا؟ حكي 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 حكي. عن اذنك. منو؟ كمال تفضل تفضل تفضل. شنو الموضوع؟ فهمني طمني. تهديد وصل، هجرونا. بابا فهمني شنو الموضوع؟ ميليشيات شيعية دخلت علي بالبيت وانطوني رسالة بيها ورقة ورصاصة، ومكتوب بالورقة لازم تغادر خلال 24 ساعة من المنطقة. منطقة ايه؟ هاي منطقة الحرية، الأغلبية فيها شيعة، لما يغضبوا على أحد تجي الميليشيات الشيعية تهجره. الله، يعني دول يهجروا دول ودول يطردوا دول ودول فرحانين قوي عشان دول وقعوا في دول؟ ده عيش تقيل من إيلة بستين إيلة دي. ما عرفتنا بالأخ. الأستاذ ناجي عطا الله أخويا وصديقي، والشباب اللي معاه دول ضيوفي كلهم من قبل عمك أبو القاسم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أخويا كمال الصغير بيني وبين زينب. أهلا أستاذ كمال، أنا آسف عاملين لكم ربكة يعني. ربكة إيش؟ يا أستاذ ناجي إحنا بنص الربكة. أختك زينب هي وزوجها
هجروهم من الدوره ميليشيات السنيه هسه عندي. استاذ سعد انت مش قلت لي السرداب فاضي تحت؟ نعم. يا شباب اطلعوا هاتوا الشنط من فوق. استاذ سعد انت ليك قرايب تاني في بغداد؟ اه نعم. هيجوا برضه؟ وديش المحل ابو العبايات احسن واحد يسوي عبايات ببغداد ومو اشكال اذا طويله هو يضبطها الك لا تخافي مش عارفه اقول لكم ايه بس تعبكم معايا لا 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 حبيبتي ولا يهمك تعبك راحه قلبي تعالي بس تعالي اراويش المحل مال عبايات هياتك تعالي شعور محمد عبد الوهاب الله يرحمه لو كان عايش يقدر يغني هذا الكلام نحلم بالوطن العربي الأكبر احنا الآن ما نقدر نحلم نوحد الوطن الأصغر البلد مقسم إلى 100 قسم أستاذ سعد أنا عندي سؤال عايز أسأله بس متردد شوية لا بالعكس قول اسأل الوضع قبل الاحتلال كان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ ها أجاوب أنا لو عندكم وجهة نظر جاوب أنت سعد جاوب أستاذ ناجي الجواب الأول أستاذ ناجي قبل الاحتلال كنا عايشين بأمان واستقرار خدمات عامة حقيقية يعني كانت أكو دولة أكو حياة أكو بشر مستقبل ولكن ممنوع تتدخل بالسياسة ممنوع تفتح بمة ممنوع تنطق يعني ماكو حرية الحياة ملهاش قيمة من غير حرية تسمع الجواب الثاني ولسه في جواب ثاني أنا افتكرت الاثنين خلصوا بعد الاحتلال ماكو أمان ماكو استقرار ماكو دولة الكل يقتل الكل لكن اكو سياسة تقدر تقول لا تقدر ترفض يعني عندنا مساحة من الحرية طب ازاي بقى يبقى في حرية والبلد واقفة شفت سؤالك شلون إلى جوابين استاذ ناجي وانت بكيفك براحتك تريد الجواب الاول ولا الجواب الثاني إذا كان علي أنا عايز حرية وعايز خدمات يبقى ما تقدر تعيش بهذا الوضع اسمع يا سعد الوضع السابق ما كان ممكن يتغير لولا تدخل الأمريكان وهاي حقيقة علينا أن نعترف بها كلنا الوضع سيء الأمور دا تصير من سيء إلى أسوأ لا كمال إحنا دا نعيش بأسوأ وضع الآن لا يا سعد أنا أتذكر قبل كنت أجيك لهنا للبيت وما كانوا الأمريكان داخلين للبلد وكنت تقول نفس هاي الجملة ونفس هذا الحكي اسمعوا يا جماعة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم العيب فينا إحنا لا كمال لا تبرر المذنب وتخلي الذنب عليك يعني أنت الشعب والشعب الآن لا حول إله ولا قوة ليش؟ إحنا مو بشر؟ إحنا ليش يعني ما نقدر نعترض ونقول لا؟ ما كنت تقدر تقول لا لو لا تدخل الأمريكان كمال لا كنت أقدر أقول لا صلوا على النبي يا جماعة يعني ده سؤالي اللي أنا سألته وأنا ندمان اللي أنا سألت السؤال اللي يدري يدري والما يدري قضبة عدس مزبوط هو ده التحليل المنطقي هو قال إيه معناه إيه يعني هو بيقول
نفس الحكاية مالتكم المصريين، اللي ما يعرفش يقول عدس. اللي قاله ده اللي ما يعرفش يقول عدس.